يعطيك العافية الحين انتهت مرحلة أخذت التقاعد. نعم. تقاعد رسمي. نعم. اللي هو آخر منصب اللي رئيس بلدية الطائف. طيب نعم. وقعدت أتكلم معاك من أول أقول لك بعضهم يتقاعد خلاص أعطينا فكرة وش إيش اتجهت بعدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتبر إنه يعني وقت التقاعد هذه بداية حياة جديدة وفي ناس ما يعرفوها. أنا لما نحج للتقاعد جو قالوا لي على فكرة الله راح الكرسي الدوار راح العز راح إيه طبعا هذه تفكير الناس. وبعدين أنا أذكر على فكرة واحد منهم قلت له إيه راح الكرسي الدوار وراح الحمد لله. لكن الإنسان بكيانه بذاته بتفكيره بنظرته للحياة قالوا يعني إيش نظرة الحياة؟ هذا واحد كان على بيحاورني أنا أذكر بالتليفون قال لي يعني إيش حياة؟ قلت له لا يعني خلصت شغل الدولة في أشغال كثيرة تانية بخبرتي وخلاصتي قال لي يعني إيش حتكون يعني؟ قلت له والله شركة مكة للإنشاء والتعمير طالبين إن أنا أشتغل معهم. أنا كان لي 10 أيام تركت البلدية بلدية الطائف. قال لي يعني إيش هيشغلك يعني؟ يعني بنوع من الاستخفاف. قلت له والله قالوا يبغوني نائب مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير. والله شعرت كأنه إيه قال لي واحد قال لي إيه هو طبعا بعيد شعرت إنه كأنه كان قاعد على كرسي وقام. قلت له ترى كمان هذه كرسي دوار هذه فترة وخلاص اي نعم. وإذا أنت ولا أحد تاني يبغاها مرحبا ما في شيء هذه منافسة شريفة. شوفوا ورحت أنا شركة مكة للإنشاء والتعمير نائب مدير عام قعدت 3-4 سنين فيها إلين طبعا الأبراج الستة خلصت وفندق الهيلتون خلص وهذا وقالوا لي أمسك الإدارة العقارية. قلت لهم لا والله حاجات المالية وهذا لا أنا كان إذا جاء جبل عمر وجات الموافقة علي أرجع أنا خلاص يعني أنا رجل فني إيه. رحت بعد كده مسكت مشروع تشجير عرفات مع مين؟ مع الشيخ عبد الرحمن فقيه وقعد سنتين إلين بدأت طبعا على فكرة جات التفكير على أساس أنه يعني تشجير عرفة أنه مربعات وكذا وطبعا معناته أنه في بعض شجر حينزاح وكذا وكذا. قلت لي الشيخ عبد الرحمن شكرا جزيلا الشيخ عبد الرحمن ترى والله أنا ما أقدر أشوف شجرة تتقطع ما أقدر خليها بس إيش كمان أنا بدي أرتاح شوية وهذا فتركت أنا هذا. طلبني سمو الأمير متعب لما كان في رئيس هيئة تطوير مكة المدينة المشاعر مستشار عنده إيه. فرحت اشتغلت 4 سنين من أحلى ما يمكن. وأنا كنت طبعا على فكرة كنت أروح حتى الحرم طبعا المعاقين اللي كانوا مساكين أي واحد الكب يدافعوا الناس ويتركوا المعوق بكرسي واحد تعبان كده إلى آخره. الحمامات تكرم في مزدلفة في الطريق في عرفة في ميناء كل الأشياء دي كنا ننظر لها نظرة إنسانية إيش ممكن. حتى طبعا حتى كانت على فكرة مع الزحمة تلاقي النساء مع الرجال في الحمامات كذا قلنا لا لازم يكون لهم على فكرة شيء تاني ما يكفي كده على فكرة إنه جنبهم ولا شيء لازم يكون يا في الخلف يا جهة تاني. الحاصل كان لنا رؤية حتى على فكرة عرفات كانت أعداد الحمامات في ذاك الوقت على فكرة قليل وكذا زودناها قلنا ما ممكن الناس عارف إلى آخره. فكانت لنا رؤية واشتغلنا الحمد لله على فكرة مع شركة بعد كده أدعى مع هيئة تطوير 4 سنين 4 سنين وبعدين قلت خلاص يكفي يعني أحب كمان الواحد عقله كمان يسقله لأنه بعد مدة ترى يبتدي الشيء يتعود عليه ما يشوف إنه هو إنه يعني شاز ولا يحتاج إلى شيء أيوة نعم. بعد كده رحت غيرك إيه نعم هو كده نعم. رحت أنا اشتغلت مستشار مع وزير الزراعة في المنتزهات الوطنية وفت وكلفني الدكتور عبد الله بن معمر لما كان وزير إنه أنا أشتغل في حما سيست في الطائف على أساس إنه سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز الله يرحمه كان ولي العهد كان حيفتتحه
وفعلا رحنا اشتغلنا فيه شغل ممتاز جدا. وهي الفترة سفلة وإنارة وهذا نعم سفلة وإنارة وحطينا أشجار وحطينا زيتون زيتون وهذا وجبنا واحد حق مش اسمه ألعاب ألعاب أطفال وإلى آخره على فكرة وفعلا والحمامات بالحجار كله الحمد لله سوينا والإنارة نعم يعني الواحد وتقليم الأشجار الغابات كله الحمد لله تنظيفها وإبادة الثعابين أيوة نعم وطبعا سد معاوية ومناطق المويه مجاري المويه فيها والخزان الكبير اللي سوى إيه إلى آخر الحمد لله الحمد لله بعد كده على فكرة قلت خلاص يكفيني أنا كده إيه طلب مني بعد كده لما إني أنا أمسك منتزه عسير ورحت منتزه عسير والحمد لله قلنا لا زيادة الضغط على المنتزه أضعف لأنه كل الشجر يبغى له راحة ما يبغى له واحد على فكرة دائما يقلم وحط تحته دخان وإلى آخره وبدينا في منتزه حائل 4 سنين بط لما تغير الوزير وهذا بتاع أنا وروحت له قلت له شكرا جزيلا معالي الوزير ترى هذه استقالتي على فكرة أي نعم أنا قال لي ليه ما تقعد قلت له لا يعني خلاص أنا كمان أغير كمان أنا شوية يعني هذه رؤية في أنا لما وكنت معزوم بالصدف في حفل افتتاح وضع حجر الأساس في الكلية كلية السياحة في الطائف وكنت أنا موجود أنا أعرف سمو الأمير سلطان بن سلمان الله يحفظه لما عاد من رحلة الفضاء وأنا من الناس اللي استقبلته في مطار الطائف فلما بعد ما هذا سلمت عليه قال لي فينك أنت قلت له في طال عمرك قال لي تشتغل معنا قلت له والله هذا شيء يشرفني أنا على فكرة قال تشتغل معنا بصحيح تعال الأسبوع الجاي في الرياض رحت له الرياض قال لي أنا أبغاك على فكرة في هنا في في في, في الرياض قلت له والله يا طويل العمر أنا يسعدني بس أنا دحين عيالي وكذا يعني يعني مرسي نفسي في جدة قال طيب حتى جدة ما في شيء فكلفني الله يجزاه بالخير باستراتيجية البحر الأحمر وقال لي أنت من الطائف ما شاء الله تبارك الله 12 سنة أنت ما شاء الله صرت أكثر واحد يعتبر خبير في عملية التنمية والتطوير للطائف قلت له مرحبا يسعدني يشرفني الفكرة فأول شيء كنت مسكت أنا ببيئة البحر الأحمر استراتيجيتها والحمد لله صرت أعرف من حقل ومن شرمة هذه المنطقة دي كلها وهذا الساحل السعودي 1840 كيلو وطبعا فيه أشياء كثيرة جدا في هذه منطقة على فكرة تبوك وفيها هذه الصخور الغريبة الجبال الغريبة اللي كلها عبارة كأنها رؤوس لما تطير طرت فوقها أنا ساعتين بالطيارة والله قلت والله هذه تنفع رحلة سياحية إنه بس يروح الواحد من تبوك إلى مدائن صالح ويرجع من أحلى ما يمكن فيها وديان هذه منها وادي الديسة ده على في شو اسمه كل طول السنة تمشي الموية فيه وفي الزراعات الطبيعية اللي هي نامية عليه إلى آخره يعني في أشياء في شفنا الوجه ضبة الوجه دي اللي فيها جزر أكثر من 200 جزيرة الآن 50 جزيرة على فكرة حتتطور الآن الشمال على فكرة في نيوم مشروع نيوم وهذا الآن خلاص حتى المطار انتهى شيء حلو شيء مفخرة ولذلك خد دحين الآن متجهين إلى ساحل البحر الأحمر قريب من جدة متجهين إلى ساحل المدينة المنورة متجهين اتجاه لجزر فرسان وجيزان دي مناطق حلوة فوق ما حد يتصورها دي تتنمى هذا ايوه نعم ويوم انا كان سمو الامير الله يجزاه بالخير كان في بيت نصيف وقال ترى احنا نحتاج الى لجنة على فكرة ايش تتابع في تنمية الجدة التاريخية وخرج من الاجتماع وهو في الترس حق بيت نصيف كذا طالع وانا كنت واقف قال انا احنا نحتاج الى وايز مان يعني رجل عاقل دكتور حسن حجر يا دكتور خليك مع اللجنه
والحمد لله اتوفقنا وصارت دخلت الجدة التاريخية اليونسكو، والحمد لله على فكرة صارت الآن منطقة بتتنمى إلى آخره. فأدي نعمة من الله سبحانه وتعالى. إلين جاء وقت من الأوقات قالوا لي ترى يعني بما معناه إنه أنت والله صرت كبير شوية. قلت لهم طيب ما في شيء، قالوا والله خلاص يعني بعد ما في تجديد في عقده. قلت لهم طيب مرحبا، كتبوا لي كتاب شكر جزاهم الله خير. أنا رديت على الكتاب الشكر بكتاب شكر، قلت لهم أنا أفدت على قد معرفتي واستفدت أنا واقعيا، وأديت من هذا الكتاب نسخة لسمو الأمير سلطان بن سلمان. لما شاف سمو الأمير سلطان قالت تعاقدوا مع الحجرة، قالوا له يعني بما معناه خلاص هذا يعني كبر. قال أتعاقدوا مع الدكتور حسن حجر، أتعاقدوا معايا. ولو أقول لك على شيء تقول ما هو معقول، إنه كان سمو الأمير لما يبغى شيء يديني هو، يقول لي أديني رأيك الشخصي فيه، أكتب لي تقرير عنه. وأنا بأمانة شفاف في أي شيء، يعني حتى أقول يعني أنا قلت لسمو الأمير الكلام كلام ما كان أحد يقدر يقوله. لما على فكرة إيش لما نقول لي إيش صار في برنامج البحر الأحمر، قلت له يا سمو الأمير والله لا حسن حجرة ولا عشرة من حسن حجرة يقدروا يسوي شيء. قال كيف؟ قلت له طال عمرك هذا يبغاله هيئة زي هيئة الجبيل وينبع، يبغاله جهاز كامل. إيه نعم إيه والله أنا كانوا التانين كلهم إلا كان في الاجتماع كل واحد يعني زي ما يقولوا حبس أنفاسه إن نقول شيء، يعني هذا ضد الهيئة بما معناه. يعني عارف إيش قال سمو الأمير بعد 5 دقائق؟ قال والله إنك صادق، يحتاج إلى شيء كبير متخصص. أنا لما سمعت إنه تكون هيئة ملكية في شو اسمه في مداين صالح والعلا، أنا قديش فرحتي لما نيوم أتمناها خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان على فكرة. والآن خلاص المطار حق نيوم خلاص، قبل 4 أيام قالوا خلاص انتهى جاهز. وأنا قديش فرحتي قدي فرحت والله لما قالوا على فكرة الوجه وأملج حيصير الجزر على فكرة 50 جزيرة حتتنمى فيه، قديش أنا فرحتي إنه الحمد لله إنه هذه حاجات الواحد كانت تعتبر كأنها حلم الآن أصبحت حقيقة قدامنا، أصبحت حيكون في يوم من الأيام دي منطقة جذب. ما هو معقول، لأنه ما هو معقول إنه شرم الشيخ والمناطق الثانية الثلاث المناطق اللي هي الآن مناطق سياحية على فكرة في الساحل ساحل مصر على البحر الأحمر، وإحنا ما يكون عندنا شيء. أنا أتوقع إن شاء الله إنه يكون عندنا أضعاف ما هو موجود. ليه؟ لأنه إحنا عندنا الساحل كله مفتوح، مقومات كلها مفتوح، والجزر جزر فرسان في أكثر من 200 جزيرة فيه ما شاء الله تبارك الله. ندعو من الله سبحانه وتعالى إنه على فكرة إنه يوفق ولاة الأمر إنه هذه الأشياء تصبح في يوم من الأيام على فكرة منطقة جذب للكبير والصغير. والآن إحنا شفنا دحين الآن جدة، مو عيب نقول على فكرة النهضة اللي سايرة فيها، الحفلات اللي هي سايرة فيها، الجوهرة اللي كان كل واحد الآن بيتغنى فيها الحمد لله، حتى بيجوها من هنا ومن هنا. وترى عن قريب احنا نتوقع انه حيجونا سياح في منطقة أملج والوجه عن قريب، لانه المطار بيطوروه وكذا. ايوه نعم الحمد لله الحمد لله، ودي انا اعتبرها نعمه من الله سبحانه وتعالى. ربنا يوفق ولاة الامر، يوفقهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما ينمي المنطقه. تنويع اللي طالبوا به اللي هو الرؤيه، تنويع مصادر الدخل غير البترول، مصادر مو الان على فكره الان من اول الحقومي. كان بس كان كل شيء دحين الان يكفي السعوده، كلمه السعوده كل القطاع الخاص الان، القطاع الخاص كان محجوز وكان كل اللي عنده كلهم ناس على فكره يعني مستقطبين من برا. دحين الان لا، الطفره اللي صارت بالنسبه للتعليم من ايام الملك عبد الله الله يرحمه، اكثر من 150 ألف واحد يدرسوا برا،
دراسات مختلفة في جميع أنحاء العالم، في 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 الغرب أمريكا وكندا وأوروبا والصين واليابان وماليزيا وإيش اسمه وكل أفضل الجامعات وعلى أفضل الجامعات. ما ما صرفت عليهم الدولة كثير. نعم. إنه في يوم من الأيام إحنا هيكون استقطاب وعندنا فكر فكر فكر, فكر, فكر عالمي. إحنا كيف إني نهيئ هذا البلد الطيب ونهيئ كل الناس إني نشتغل فيه. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. والآن الآن مستقل؟ الحمد لله. في في في. أنا عندي شغلك الخاص. عندي إيه عندي فندق الأندلستولين اللي إحنا دحين إحنا فيه جالسين، والحمد لله كانوا كل واحد يقول لك أنت لما خلاص إني بدي أسيب الهيئة يقول له يعني في إيش حتسوي؟ قلت له لا ترى اللي عنده مخ وراس يسوي سوات الناس كده عندنا مثلا السابق. إيه اللي عنده مخ وراس يسوي سوات الناس. إحنا الآن الحمد لله أنا بدير فندق وكان أول مرة عادي، فأنا طلبت إنه على فكرة يصير فندق الحمد لله الآن ما أنا بحسن فيه بطور فيه، وبعدين حتى خليته ميزة على البحر. أنت عارف معظم اللي بيجونا الآن معظمهم على فكرة عوائل ومعظمهم عرسان، لأنه زي ما أنت شايف عندك قدامك بحر وقدامك طريق الأندلس وعندك عند مدينة الملك فهد الساحلية وعندك على فكرة أكبر علم وعندك كل المطاعم الشهيرة وعندك البنوك وأمانة مدينة جدة وإيش تبغى أكثر من كده يعني في منطقة زي دي. أنا بجلس أنا بشعر كثير من الناس يقولوا ما شاء الله تبارك الله الله يزيدك. وتم لا الساعة كم انت هنا؟ أنا دحين ليا دحين الآن إحنا ما شاء الله تبارك الله قربنا 3 ساعات إحنا قاعدين هنا. لا اليوم بالفندق. الفندق أنا من الصباح. من الصباح يعني زي الاستجمام عندي. متعة. لا مو عمل. إيه نعم عمل. بشوف ده بشوف ده بشوف ده نعم. وكيف الواحد يطور نفسه وكيف الرؤية على كل واحد. حتى بعض الناس يجوا يأخذوا رأيي في شيء أقول لهم رأيي. ما بقول لهم والله هذا لا أنا ماني متخصص ولا أنا ما أعرف ده ولا شيء. بالعكس الحياة مدرسة. الحياة علمت الكبير واللي يشتغل الحمد لله واللي بيشتغل ترى مخه يستمر ناضج يستمر جسمه ناضج. أما الناس اللي من يوم ما يحالوا للتقاعد يقول لك أنا أقعد في البيت ومرتخي وأصحاب اللي زي ما يقولوا أصحاب الزملاء الكرسي، لأنه كل اللي في أي دارة أو وزارة أو أي جهة ترى هذول دائما نحن نقول عليهم هذول أصحاب الكرسي. إذا قام فلان وترك الكرسي وجاء عليه واحد تاني هم داروا صار صاحبهم إلا راح خلاص راح على فكرة. فإحنا بنشوف الناس وبعيش من الناس ونتفاعل من الناس وهذه الحياة إنه الإنسان يعيش مع الناس ويتفاعل مع الناس. أنا ما تتصور قديش بتجينا أنا عزايم في الطائف، ما تتصور قديش من أهل الطائف بيجوني، ما تتصور إنه ناس كثير من معارفي وأحبابي وأصحابي على فكرة بيعزموني على مناسبة. آخر مناسبة كانت 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 تدشين الفن التشكيلي في 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 مركز سلمى، وشفت فلان وفلان وفلان وكذا وشيء حلو. ودائما ايوه نعم اعيش ويعيشوا معايا حتى أهلي معايا حتى زوجتي. لازم هذه هي الحياة. الحياة ما هو عملية إن الواحد يتقوقع وينزوي ويقول خلاص وكل واحد يقول والله أنت يا شيخ كبرت وكذا. لا بالعكس الحمد لله إحنا بصحة وبعافية، والواحد اللي بيشتغل ترى الشغل ترى يديله صحة ويديله عافية ويديله فكر حتى جديد. الحمد لله إحنا دحين الآن لما واحد بيسألنا وكذا وكذا نقول له والله رأينا الحقيقي كذا كذا، إذا قبلته جزاك الله خير وإذا ما قبلته ما في شيء. نعم وإحنا ماشيين الحمد لله في بلدنا، وكل واحد يقول لك كل واحد وحال التقاعد يفكر إنه يسافر برا ويعيش برا. أنا أقول هذه بلدي، أنا اسمي حسن حجر وأنا حجر من هذه البلد، وإن شاء الله ربنا على فكرة يبقيني طالما ربنا مسهل لي الحياة. ألف شكر دكتور حسن. الله يعطيك العافية على هذه الله الذكريات الجميلة وأعطيتنا شوية من خبرتك ومن الحمد لله. الله يعطيك العافية. شكرا لك. Baby.
ابتدت عياني تحلى ابتدت لما شفتك يا حياتي ابتدت وابتدت في عيوني تغلى ابتدت كل لحظة من حياتي ابتدت وابتدت تحلى الحياة يا عيني عالحياة ابتدت تحلى الحياة يا عيني عالحياة بعد الصبر ينال قلبي ينال قلبي ما بغى ابتدت 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 تحلى الحياة شافت عيني قبلك ألف صورة للجمال بس ما صادفت مثلك هو في زيك محال يا ما شافت عيني قبلك ألف صورة للجمال بس ما صادفت مثلك هو في زيك محال وابتدت تحلى الحياة يا عيني عالحياة ابتدت تحلى الحياة يا عيني عالحياة بعد الصبر ينال قلبي ينال قلبي ما بغى وابتدت ابتدت ابتدت تحلى الحياة وابتديت عارف معاني غيرتني في كل شيء كنت لو رامي راماني ما يحرك فيا شيء وابتديت عارف معاني غيرتني في كل شيء وابتدت تحلى الحياة يا عيني عالحياة ابتدت تحلى الحياة يا عيني عالحياة بعد الصبر ينال قلبي ينال قلبي ما بغى وابتدت ابتدت ابتدت تحلى الحياة وابتدت تحلى الحياة يا عيني عالحياة ابتدت تحلى الحياة يا عيني عالحياة بعد الصبر ينال قلبي ينال قلبي ما بغى ابتدت 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 تحلى الحياة حضور المغرب بعشرة ابتدت ابتدت تحلى الحياة